وأقامت مشاهدينا جامعة آل البيت مؤتمر. هذا المؤتمر هو يعني مؤتمر إقليمي عربي يتحدث عن مئوية الثورة العربية الكبرى. سنتحدث عن هذا المؤتمر ونتحدث أيضا عن أهم أوراق العمل التي قدمت، وأكيد رح نعرج على أهمية الثورة العربية الكبرى وأبعادها القومية. فاسمحوا لنا نرحب بالدكتور علاء سعادة، وهو رئيس لقسم التاريخ من جامعة آل البيت. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير، يعطيك العافية دكتور علاء. طبعا الثورة العربية الكبرى، احنا السنة مبسوطين لأنه في عنا احتفالات كتير، يعني عيد الاستقلال ومئوية الثورة العربية الكبرى والثورة العربية الكبرى لما لها من خصوصية. حضرتكم عقدتوا مؤتمر كامل بخصوص مئوية الثورة العربية الكبرى. احنا خلينا نحكي بداية، نتعرف على أهداف ومبادئ الثورة العربية الكبرى حتى كمان ندخل ونعرف أوراق العمل اللي كانت مقدمة في المؤتمر. في البداية اسمحوا لي أشكركم على دعوتكم لي لهذا البرنامج الطيب الثقافي المتنوع. ونعم، احنا في الأردن الحمد لله رب العالمين في هذا العام نحتفي بعدة أحداث تاريخية: الاستقلال وذكراه، الجيش، وأيضا مئة عام من عام 1916 إلى عام 2016 مئوية الثورة العربية الكبرى. الأهداف الرئيسة للثورة تنطلق من الواقع الذي كان معاش آنذاك. فلو أخذنا كلمة ثورة بمعناها المصطلح والمفهوم لها، فهي تعني التغيير، واقع سيء بحاجة إلى تغيير. وكانت من أهم المبادئ وأهداف الثورة هو التخلص من الاستبداد، من الظلم. يعني قبل الثورة بعام لا يمكن لنا أن ننسى جمال باشا، ماذا قتل السفاح، نعم لقبناه، لما قتل وسفك من الأحرار، خطباء للجوامع، علماء، مفكرين. لم تكن الثورة تدعو في البداية إلى الاستقلال عن الجسم الدولة العثمانية، ولم يكن العرب في البداية مشكلتهم مع السلطان والدولة العثمانية، بل كانت المشكلة مع جمعية الاتحاد والترقي التي اعتلت الحكومة المركزية. نعم. فالاستبداد، الظلم أيضا، التي السياسة التي أسماها الشريف حسين بن علي قائد لهذه الثورة رحمة الله عليه، بيّنت لنا الواقع المرير عندما قال الوحشية الطورانية، سماها اللي هي سياسة تتريك، تتريك اللغة العربية، تتريك العلمانية، وإلغاء تدريس الدين الإسلامي من المدارس، وحتى إلغاء اللغة العربية. تخيل إلغاء اللغة العربية، فأطلق عليها اسم الوحشية الطورانية. وحتى في خطاباته العديدة كان دائما يخاطب العالم بأننا لست أنا، يقول عن نفسه، لست أنا من داعين للانفصال أو الخروج عن هذه الدولة، بل أنا غاية الإصلاح وغايتي أن أبقى مخلصا لهذه الدولة. ولكن جمعية الاتحاد والترقي فعلت ما فعلته، لذلك وجب نقول تعديل المسار. طيب دكتور علاء، يعني هنالك خلينا نحكي تحديات كثيرة وضعت العرب، يعني أو وضع العرب تحت تحديات كبيرة جدا، وبالتالي كان هنالك يعني حاجة لقيادة. هذه القيادة لدى العرب جميعا ثقة بها، تكون قيادية واعية قومية تدرك المرحلة الاستبدادية اللي مر فيها العرب في ذلك الوقت، أقلها الظلم وأسلوب الجباية. الآن لماذا تم اختيار الشريف حسين ليكون قيادي لكل العرب في ذلك الوقت؟ يعني هذا يعني مفصل هام من مفاصل الثورة العربية الكبرى، والتي أطلق عليها قائدها النهضة، فهو لم يسميها ثورة عربية بل سماها النهضة العربية. القيادة هنا مركزية وخاصة جدا في أي ثورة. ونحن نعيش هذه الأيام وهذه السنوات عصر ثورات كثيرة. المنصب الذي كان يتبوأه الشريف حسين بن علي رحمة الله عليه، وهو شريف مكة، يعني مكة كانت ولا زالت وسوف تبقى القبلة، الكعبة المشرفة، أيضا مكة الحج الأكبر الذي تهفو إليه ملايين قلوب المسلمين سنويا، مكان العمرة، مكان أداء العبادات. فكان يجب اختيار شخصية قيادية
لا يتم الاختلاف عليها من أطياف الفسيفسائية التي تكون منها الوطن العربي. لو قلنا عندنا من العرب بلدان كثيرة، شاميين من العراق، من الخليج العربي، من مصر، من المغرب العربي، أيضا من الطوائف المسيحية وإخواننا الدروز وغيرهم. لذلك كان يجب اختيار شخصية رمزية هامة، إذا ما اختيرت لا يتم الاختلاف عليها. وكان التحديد مباشرة دون ترجيح آخر، لم ترد لنا وثيقة من ذاك الوقت أو أي ممن عاصر ذاك وكتب أن هناك شخصية أخرى طرحت غير شخصية الشريف حسين بن علي الذي تبوأها كابر عن كابر. نعم. وكان أمير مكة ومن نسل النبي، يعني هاي كمان الأمور عززت اختياره. يعني هو هذا أمر هام جدا. طبعا أنا تحدثنا بإسهاب فذاك أمر يطول، ولكن شخصيته أيضا فكان متلامس لواقع العرب في فترة الحج، يجلس مع العرب ويعلم ويرى ماذا يحدث في الشام، ماذا يحدث في المدينة المنورة التي فعلوا بها. نعم. يعني القتل وغيره. نعم. يعني دكتور علاء، يمكن زي ما تفضلت قلت هي الثورة بلشت بس يعني حتى يثوروا على الاستبداد والوحشية. بالضبط. ما كان يمكن أبعادها بشكل كتير كبير، لكن الثورة العربية الكبرى وضعت العرب على الخارطة السياسية، صارت أهدافها أهداف كتير كبيرة. يعني هذه إحدى الإنجازات. خلينا نتعرف على تاريخ وإنجازات الثورة العربية الكبرى ودورها أيضا في القومية العربية. نعم. في البداية أهم إنجاز لا نزال نلمس اليوم، يعني نقول آثاره، نتمنى أن يرجع له الوحدة العربية التي كانت في ذاك الوقت غير منسجمة. فقد كان العرب في ذاك الوقت كما هو معلوم تابعين للدولة العثمانية لمدة تنوف عن 400 عام. يعني 400 عام، من عام 1516 إلى عام 1916. نعم. تخيل يعني 400 عام لم يطالب عرب بحكم، ولكن هنا في الثورة العربية الكبرى أصبح لابد من أن يتخذ العرب موقعا على خريطة العالم من خلال ما أخذوه من تاريخهم. فقد حكم العرب يعني نقول ثلث العالم في فترة الدولة الأموية ومن قبل الخلافة الراشدة وبعد الأمويين العباسيون وغيرهم. فذاك أكبر يعني مثال لكي يضحض الآراء التي كانت في ذاك الفترة الثورة واليوم، أن العرب لا يستطيعون أن يحكموا أنفسهم لعدم وجود خبرة سياسية. لا، الخبرة موجودة من آلاف السنين. لذلك من إنجازاتها توحيد الأمة العربية. لذلك في الخطابات الأولى للشيخ حسين بن علي كان يوثق و في هي نعم دكتور منشورة بعضها في نعم المنشور الهاشمي الشريف اللي هي القبلة والتي تزامنت مع الثورة العربية الكبرى تصدر من مكة وهي خطابات ل يعني للشريف الحسين. فكان يوثق ويوقع في بدايات الخطابات شريف مكة. يعني هو ليس لديه نزعة استقلالية، ولكن في الخطابات الأخرى اللاحقة أصبح يوثق شريف مكة وملك البلاد العربية. ما السبب؟ السبب أنه فشلت كل محاولات إنهاء هذا الواقع الاستبدادي. فهنا كان لابد من إحقاق الحق. فأول إنجاز هو الوحدة. ثاني إنجاز، الإنجاز الذي طالما العرب كانوا يصبوا إليه، وهو أن يعتري العرب منصبا على خارطة العالم. صحيح. يعني العرب كثيرا في هذه الفترات همشوا. لو قلنا فترة الحكم الأيوبي، فترة الحكم المملوكي، والآن فترة الحكم العثماني. طبعا لا يمكن لنا أن نفصل ما بين الوحدة العربية وإظهارهم على ساحة العالم. أيضا من إنجازاتها أثبتت للعالم وأوروبا بالتحديد أن قادر هناك يعني أمة عربية قادرة بأن تستمر وأن تعلو من جديد على ما هو تعانيه من جراح وآلام. يعني إذا إحنا بدنا نحكي على موضوع القومية العربية دكتور علاء، وهي قضية هامة جدا، ويعني الهاشميين منذ البداية كانت نظرتهم هي نظرة قومية، وبالتالي انعكست حتى وقتنا الحاضر. يعني جلالة الملك وموقفه القومي
من النزاعات اللي عم بتصير حولنا والصراعات اللي بتصير في الدول المحيطة العربية. الآن كم فعلاً لعبت الثورة العربية الكبرى في ترسيخ الأساس للقومية العربية اللي انعكست آثارها حتى الآن؟ يعني نحكي بدقيقة واحدة، يعني دقيقة ونص. طيب هنا القومية العربية، القومية العربية بالتحديد كانت شبه مغيبة، لأن العرب كانوا مصهرين ضمن رعاية الدولة العثمانية الآخرين. الآن هنا عندما اعتلى الشريف الحسين بن علي، وهو من قريش، وهو من بنو هاشم، ومن نسل سبط الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك ظهرت القومية العربية كتحدي جديد يجب إظهاره أمام العديد من التحديات، وهي أهم جمعية تورانية للقومية التركية التي دعت إلى تهميش عرب. فقد كان فعلا للقومية العربية السبب الرئيس في تبيان أن العرب بثقافتهم، بتاريخهم، بجذورهم، بما امتلكوه من إدارة، يستطيعون أن يتبوأوا منصبا ويحكموا كما حكمنا في السابق. صحيح. وخير من يحكم في ذاك الزمان هو من آل هاشم، يعني قبل الثورة بسنوات، بأقل من ربع دقيقة. لا ننسى عبد الرحمن الكواكبي الحلبي الشامي، الذي وثق كتابا ينقل حال العرب بعنوانه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. نعم. هي يمكن في عام يعني انطلقت في 16، في 17 تم رفع علم الثورة العربية الكبرى بألوانه التي ترمز إلى الدولة العباسية والأموية وما إلى ذلك، وهذا هو أكبر رسالة أو مدلول على رسالتها القومية. الثورة العربية الكبرى أكيد يعني لها أبعاد كتير كبيرة، وهلأ إحنا كمان ماشيين على خطى الثورة العربية الكبرى، هي اللي وضعت العرب على خارطة السياسة طبعا، وايضا اعطت للعرب الحريه والاستقلال. بنتمنى انه دائما وابدا نمشي بمبادئ الثوره العربيه الكبرى. بدنا نعيد عليك دكتور علاء، اكيد كل عام وانت بخير بمناسبه مئويه الثوره العربيه الكبرى وعيد الاستقلال. حضرتك دكتور علاء سعاده، رئيس قسم التاريخ في جامعه البيت، شكرا لحضرتك، شكرا لوجودك معنا. تسلم. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا، بدنا ننتقل لتقرير زيارة صباحية لبنك الطعام، أكيد بمناسبة شهر رمضان المبارك القادم على الطريق، لازم كتير نفكر بالكثير من العائلات المستورة حتى نزودهم بالطعام. بنك الطعام له كتير من الفعاليات والنشاطات. اليوم الزميلة رشا عصفور قامت بالزيارة الصباحية، رح نشوف التقرير ونرجع أنا ولانا لضيوفنا بالاستوديو.